إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في حي مولاي رشيد أو تجزئة الفضل بمنطقة مولاي رشيد، بالضبط الزنقة 15. الساكنة مشكورين، الله يجازيهم بخير، تمنوا هذا العمل الله يجعله في ميزان الحسنات ديالهم. تواصلوا مع قناة الشعب، قناة شوف تي في، من أجل هذا الشخص اللي كتشوفوا معنا حاليا. هذا الشخص أزيد من أسبوع هو كيتواجد هنا في هذا الزنقة 15. الساكنة أكيد كتعرفوا الكرم ديال المغاربة، باش ما عطى الله راه معاونين معاه، كياكل كيشرب الحمد لله بخير وعلى خير. مسألة الماكلة ما مطروحاش بتاتا، ولكن هاد الناس بغاو يعرفوا العائلة ديال هاد السيد فين كاينة. هاد السيد مرة على حسب ما غتسمعوا معنا ولا حسب أحد الساكنة، الله يجازيه بخير، اللي غادي بطبيعة الحال غادي تسمعوه معنا، غيتكلم معنا دابا حاليا، كيقول بأنه بعض الأحيان أنا قدامي تكلم معاه، قال لي سميتك، قال لي ملوك عبد الكريم. يعني السيد كي بعض الخطرات كيبان لك كيدوي عادي، ولكن في بعض الأحيان لأنهم هما اللي كاينين معاه هنا، قال لك في بعض الأحيان ما كيبقاش يعرف، كتولي تدوي معاه كيحرك على راسه. هذا الشيء علاش تواصلوا معنا كما قلت مع قناة الشعب، قناة شوف تي في، من أجل أنه العائلة ديالو تعرف عليه. الله يجازيكم بخير خوتي المغاربة، كما هو معهود عليكم، نتمناو هذا اللايف يتبارطاجا. علاش؟ باش العائلة ديال هذا السيد هذا، هو كيقول سميتو ملوك عبد الكريم، ما عرفناش واش بالفعل هذا هو الاسم ديالو، هو اللقب ديالو او الكونيه ديالو. هادشي اللي غادي نعرفوه من خلال المغاربه ان شاء الله اللي غادي يتفاعلوا مع هذا المباشر هذا. ولكن قبل ما نعطيكم الصوره الزنقه اللي كاين في هذا السيد هذا، غادي نشوفوا احد الساكنه مره اخرى، اللي كنتمناو الله سبحانه وتعالى اللي غادي يخلصوا، لانه واحد الكلمه قالها لي انا فاش يلا وقفت، قال لك كانت الشتاء وجابوه كحزوه مسكين هنا، لانه اكيد كانت الشتا كتصب بالامس، هذا الشيء علاش عاودوا كحزوه هنا. نتمنى انكم تبقاو معنا اخوتي المغاربه ونسمعوا هاد السيد اشنو وقع عليه. السلام عليكم. حيد ولدي انت، الله جي عندي اخويا هنا قدامي، لاحظتك باش حيدوا الدراري. مرحبا خويا. السلام عليكم. لاحظتك احبيبي، راه الوليدات منو عيبانو عندنا. الله يبارك. اول حاجه نقول لك الله يجازيك بخير اخويا. شكرا لك. الله يصلح لك الوليدات. امين. هاد السيد شحال وعدكم اخويا؟ دابا اسبوع، دابا سيمانه. سيمانه هاد السيد واش كيبان لكم عادي؟ كيبان لكم بعض المرات، كيبان لك عادي وبعض المرات كيبان لك ما عاديش. ياك مثلا كيبان بعض المرات كيستوعب، كيعرف اش كيقول، يعني كيناقش معاك. كيناقش معاك بعض المرات ما كيبقاش يدوي كاع. بعض الاحيان ملي كدوي معاه لا ما يبقاش يدوي معاك كاع. قلتوا لي كيحرك على راسو. صافي حرك على راسو. دابا تقريبا قلتوا لي ملي كانت الشتا هذا بحال تخبى شويه هنا. اي انا حيدتهم لها وجدتو لهنايا. مسكينه. شحال قلتي لي هو كاين هنا؟ هو قول من الاثنين. من الاثنين؟ من الاثنين دابا تلحق. الخميس اللي فات. الخميس اللي فات. دابا صافي، دابا راه شي 10 ايام دابا. 10 ايام؟ ياك. اجي خويا نفس بالله هادشي هادشي. اجي يوسف، اجي يوسف. اجي يوسف مرحبا. بالعكس. هادي نفس سبيل الله. زيد زيد زيد. مرحبا خويا. نفس سبيل الله خويا. مرحبا خويا. عمل خيري. الله يجزيك بخير اخويا. ياك اخويا قلت لي تقريبا هادي تقريبا من الخميس اللي فات، يعني دابا 10 ايام هو في هاد. جينا مع الصباح واحد الخميس اللي فات لقيناه في الدروج ديال الناس الجيران ديالنا. لقيتوه في الدروج ديال الموبل. ما عرفناش منين سولناه، دابا كيقول لك حقا راه جابوني الناس من السبيطار وحطوني هنايا. جابوه من السبيطار وحطوه؟ احنا ما عرفناش بالضبط كيفاش يعني الامر ديالو. هذا الخميس قلت لي اللي فات هذا الخميس. الخميس ماشي هذا الخميس، الخميس اللي قبله الخميس هذا، يعني راه دابا تقريبا 10 ايام دابا. خميس وخميس 8 ايام، الجمعه والسبت، اليوم 10 ايام. وي 10 ايام اليوم. ونفس الملاحظه اللي قالوا لي اخويا الناس، قال لك بعض الخطرات كيكون عاقل وبعض الخطرات كيكون ما عاقلش. بالفعل ملي كتكلم معاه بعض المرات كيقول لك انا مزوج وعندي جوج وليدات، عنده بنت سميتها فاطمه الزهراء وولده سميتو الياس. هذه كيقول لي بان راه ساكن في بير جديد. كاين واحد السيد قال لك هذا ديما ما عرفتش، خويا خالد تيتونه، قال لك خويا تيسكن في مدينه قديمه.
ما عرفتش خويا خالد تيتونه الا كنتي بالفعل كتكلم على السيد هذا، غنعاود نذكركم خوتي المغاربه هو هذا الوجه ديالو. احنا كنقربوا الصوره الوجه ديالو باش العائله ديالو يتعرفوا عليه فقط ليس الا. هادشي علاش قلنا خوتي المغاربه الله يجزيكم بخير. هذا السيد دابا مسكين حاليا لاحظوا راه كما قلنا دابا الناس هنا الناس كنعرفوا كرم المغاربه الحمد لله ما كتناقش، يقسم معك دغمه ديال الخبز يقسمها معك، ولكن اكيد هذا السيد خص العائله ديالو ضروري العائله ديالو هي اللي خصها تحتضنه طبيعه الحال. وسمعتوا معايا كيقول بانه جابوه من شي سبيطار، هذا هو الغريب. يعني الا كنتي الانسان غادي تخرجوا من مستشفى على حسب ما كيقول السيد وعلى حسب ما كتقول بعض المعطيات اللي كاينه هنايا، كيقولوا بانه هاد السيد خرجوا من المستشفى. الا كنتي غتخرجوا من المستشفى وتجي تحطوا في الزنقه هذه راه كارثه وطامه كبرى. يعني راه كنعرفوا هاد الناس هادو خاص المصحات وخاص المستشفيات الخاصه بهم يعني ديال الامراض النفسيه الى ما غير ذلك هي اللي خاصها تتكلف بهم. اما باش نخلوه مسكين بحكا في الشارع، ما شوف خويا ما كيتعدى لا حتى واحد مسالم ياك مسالم 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 ياك. لاحظوا معايا مسكين، لاحظوا معايا. انا ما دويتش معاه ما يدويش معاه. اسميسك اسميسك ملوك ملوك ملوكاش عبد الكريم. انتم لاحظوا معايا كيركز على هذه القضيه ديال ملوك عبد الكريم. ملوك عبد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خوتي المغاربة الله يرحم الوالدين، حنا حطينا رقم ديال واحد الجار مسكين هنا اللي كنشكروه بالمناسبة، مسكين حط الرقم ديالو وربما العائلة ديالو تعرف عليه وتبغي تتواصل مع هذا السيد هذا باش يعطيهم المنطقة. حنا قلنا المنطقة فين كاينة بالضبط، تكلمنا أنتم لاحظوا معايا تكلمنا على أنتم تجزئة الفضل، هي مقاطعة مولاي رشيد تجزئة الفضل الزنقة 15 بالضبط في كيتواجد السيد. غير حطينا الرقم للتعزيز للتعزيز أو لتعزيز التواصل عفوا لتعزيز التواصل. كنعتذروا هذه من الضرائب ديال المباشر طبيعة الحال. قلت بأنه حطينا الرقم لتعزيز التواصل أكثر وتكون سهولة في التواصل مع هذا السيد هذا اللي كيتواجد هنا في زنقة الفضل، واللي كنتمناو من المغاربة أنهم يساعدوا في العثور على العائلة ديالو الله يجزيكم بخير. اللي كيعرف شي حاجة على هذا السيد هذا الله يرحم الوالدين يحاول يتواصل مع ذاك الرقم، أو حنا راه حطينا العنوان اللي كيتواجد فيه، ولا شي واحد ما عرفش فيتواصل مع ذاك الرقم اللي كاين تما. ومرة أخرى كنقول لذاك السيد مول الرقم شكرا لك لأنه تطوع، هذا تطوع منه أنه حط الرقم ديالو مسكين، قال لك باش إلا شي واحد في عائلته بغى يعرفوا في كاين بالضبط يتواصل معنا. اذا خوتي المغاربه بلا ما نوصيكم نتمنى انكم تفاعلوا مع الحاله ديال هذا السيد هذا. هو كيقول سميتو ملوك عبد الكريم، حنا ما عرفنا واش بالصح ولا لا، لانه بعض الاحيان كما قالوا الناس كيكون ثابت في الكلام ديالو، وبعض الاحيان كتكلم معاه ما كيجاوبكش ما كيعطيك لا كما كنقولوا لا جوا لا راس لا راس الخيط، فقط كيهز راسه وكيحطو ربما كما قلنا مصاب بمرض الزهايمر الله اعلم. نتمنوا السلامه والعافيه للجميع. ما تنساوش البارطاج ديال هذا المباشر كما قلنا في التواصل. عنده شي كسر عنده كاع شي اعاقه وقيلة في الرجل ديالو، شي كسره وقيلة في الرجل ديالو. نتمنوا يكون تفاعل مع هذه الحاله هذه. شكرا لكم خوتي المغاربه على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر. كان معكم في التعليق مصطفى القرناوي من هنا من تجزئه الفضل منطقه مولاي رشيد، يحييكم والى اللقاء.